كتير جدا يا كابتن، انا بقول حضرتك لك يا عارف ياسر، قابلت مهاجمين كتير جدا. نعم يا رب. أسوأ ماتش لعبناه عارف ايه هو؟ أسوأ ماتش لعبناه؟ لا أنهي ماتش؟ ماتش نيجيريا مع كابتن ربيع في التصفيات. ده منتخب الناشئين كسبنا 2-0. أنا مش عارف إنك كسبت 2-0 الكهرباء اللي الشباب جاب، وكسبته، كنت الكهرباء اللي جاب وحشين الجونين. اقسم بالله يا كابتن. كهرباء جاب جونين. اقسم بالله اسال انا وصالح جمعه، اسال ياسر، ياسر واقف، احنا مضغوطين العيال، احنا قبل ما واخدين في ننزل 6 يارد يا كابتن. العيال بيكسمها مش ده في طبيعي. التصفيات مش في النهائيات. في التصفيات ولا في النهائيات في الجزائر. لا في في الجزائر. في الجزائر نهائيات مش في تصفيات، في الجزائر، في البطوله البطوله نفسها. نفسها. في البطوله نفسها قصدي، انا اسف، انا اسف يعني. العيال اول ما نزلنا العيال اجسامها طول وحوش بعرض، وحوش. والعيال مكشره، والعيال وحوش. ابص على الفرقه، انا كنت كابتن الفرقه، ابص على الفرقه بتاعتي الاقي يعني صالح جمعه قصير، انا وياسر طوال، ايوه العيال كلها قصيره، وكان الله يرحمه كلها رفعت. قصيرين، وكهربا ورفعت الله يرحمه يا رب، يرحمه يا رب. مش عارف كهربا جاب جون بدماغه ازاي في الماتش ده. كهربا جاب جونين. كهربا ايوه جاب جونين، ما اعرفش ازاي. حاول اجيبهم لك. ده كهربا كان ارفع من كده يعني، ايوه كهربا كمان كان صح. رفيع قوي وكان ضعيف كمان، كان لسه 15 فولت مش والعيال 120 وحوش. فولت. ففي كوره انا وصالح جمعه في 6 يارد جوه، واللعب شغال 6 يارد عندنا واللعب شغال. صالح اداني الكوره، قمت مديها له تاني، قام اداها لي تاني يا نهار ابيض ثلاث مرات ورا بعض، وياسر ورا عمال يزرق يا جدعان طلعوا. انا عايز اقول لك وانا بتعزم عليه وهو يطلعها، وهو بيتعزم عليا ان انا اطلعها. فين في السكس يارد مش عارفين نطلع. وكسبنا 2-0، اقسم بالله. واتخانقنا انا وصالح، هو صالح بقى الكره سابها كده جت من جنبه، الواد خدها وكان شاطها على كان مسعد عوض، مسعد عوض وصدها وتقدر. سيبنا الملعب كله وانا وهو عاملين نتخانق مع بعض، وانت المفروض تاخدها، وانت اللي المفروض تاخدها. لا والله ياسر جابني من بيلعب من اللعب بيلعب ياسر. ياسر قوي في الملعب. لا راجل راجل في الملعب بصراحه. يعني كنا احنا دايما انا وياسر لما بنتكلم بيبقى هدفنا ان انا وهو كمدافعين ان اللعيبه تشوفنا لما ندخل جامد على الكوره على الخصم، ونبقى مركزين وفي كل كوره بناخدها، اللعيبه لما تشوفنا انا وانت كده يا ياسر هتتحمس اكتر. صحيح صحيح. وياخدوا الثقه مننا، عايزين طول الوقت احنا اللي نديهم الثقه مش هم اللي يدونا الثقه. فده كان كلامي دايما مع ياسر، وياسر على طول بيتكلمني في الحاجات دي. ان هم لما الفرقه تشوف ياسر قطع كره جامده ومركز و